منشيل البلايند فولد والعشر ثواني ابتدت. تفضلوا نقوا التياب. أول إشي عيني ضربت عليه اللي هو كان بليزر أبيض وعليه جولد، هذا أول بيس صراحة لفتت انتباهي. هلا أنا مش شايفة كتير الألوان لأن الضوء جاي على بنفسجي على مش واضح. I think إنه إلى حد ما بقدر أشوف بالليل شوية. بس أنا شايفة يسرى بتضمن حالها بتاخذ أكثر منك يا عبير. ما كنت عارفة أختار أبداً. عم بختار الألوان الإشي عم بلفت انتباهي وعم بشوف بعدين كيف ممكن إني أنسقها مع بعض. هلا البانتس أنا ما شفتهم وين؟ كنت مركزة جداً على الألوان اللي أنا فاكراها من ذاكرتي أول ما ادونا الفرصة العشر ثواني. أنا بنقي كل الألوان اللي حاسة ان هي ممكن تفات مع بعض وكمان الستايلز اللي اقدر اعملها بسرعة. I think انه قادرة لانه الفابريكس وبعض الالوان واضحة جدا حتى لو بالليل. It's okay ان انا اشوفهم. وكمان الستايلز حاسة ان انا واو. يسرى وعبير الوقت انتهى، تفضلوا. هلا بالعتمة انا صراحة كنت عم اكثر شيء انا عم بعتمد عليه اللي هو التكستشر والفابريك اكثر من الالوان لانه الالوان كانت ضاربة عندي توتالي. يسرى هل هذه الالوان اللي توقعتيها؟ مش كلها بس في الوان توقعتها وشفتها لانه كان كمان عندنا 10 سكندز ان احنا نبص. سوي تحفظتي. يس. لعبتها ذكية. وعلى طول رحت للكام حاجة اللي انا كنت حاطاها في بالي اخترتهم وكنت مركزة قوي انه حتى لو النور مش يعني النور مطفي ان انا اخد القطع اللي لونها اساسي ومحايد حتى لو في الضلمة انها هتكون باينة. عبير انا صراحة يعني ديورينج التشالنج نفسه انا شفت كل اشي بيربل فان شاء الله اكون اخترت الالوان المناسبة لبعض.